ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عاشت ساكنة حي كريو بمنطقة زواغا بمدينة فاس مساء يوم أمس الجمعة على وقع الصدمة بعدما أعلن عن وفاة بائع للهندية متأثرا بإصابته بحروق من الدرجة الثالثة، حيث أقدم على حرق نفسه باستعمال مادة البنزين وذلك احتجاجا على الحجرة قال إنه تعرض لها من طرف صاحب محل تجاري يجاور المكان الذي يبيع فيه سلعته. وتحدثت المصادر على أن صاحبة المحل وجهت له صفعات متتالية بعدما اتهمته بتعريض ابنتها للتحرش وحجب الأنظار عن محلها أمام الملأ. وقام الشاب الذي يبلغ من العمر قيد حياته 33 سنة كرد فعل منه على سكب البنزين على جسمه وإشعال النار فيه، مما نجم عنه إصابته بحروق خطيرة، حيث أدخل إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي بفاس قبل أن يعلن مساء يوم أمس عن وفاته. وخلفت وفاة الشاب موجة من الغضب في صفوف الساكنة التي خرجت إلى الشارع للتعبير عن غضبها تجاه ما وقع له، كما اتهمت أسرته صاحبة المحل التجاري بالاعتداء المتواصل عليه، في حين تحدث شهود عيان على أن صاحبة المحل لها سوابق في الاعتداء على باعة متجولين في المنطقة وبأنها تستقوي بعلاقتها مع أطراف في الأمن والسلطة. لي عند سعد الديسير جا كيحطها سايناها سايل اخويا باش شرا في الصباح السليعه نتاعو جا حطها راه فينا فاتك البليصه ليه بعيد على دارها راهي جات لعندو. هي هاد السيده هادي ديما كتحكر على بنادم كمل اخويا كمل. جات لعندو بقات كدابز هي وياه، هو ما قاصا ما والو، بقات كتضرب فيه وشانقه عليه. جيت انا كنت خارج من الصباح غادي للخدمه لقيتهم كيدابزوا فارقتهم. لحقاش كان السيد اسمح لي نقطعك. مرحبا. السيد داير يديه موراه ما هضرش حتى معاه، كيقول لها غير سيري الله ياخذ فيك الحق بعدي مني. وهاد السيده هادي ديما كتعدى عليه ديما تابعه، وهي كتعدى عليه يعني بحال دابا هي الا شافت شي واحد واقف راه فين ولا شي حاجه كتمشي لعندو بحال اللي باغا تستغل هاد المساحه كامله، فهمتيني؟ هي الله يخليها سلعة. شنو وقع من بعد فاش تفارقوا وياها؟ فاش تفارقوا المهم فارقتهم انايا، بقيت كنهضر معاها هضرت معاه هو ولات عاوتاني مشات لصقات فيه. هي كانت كتسنى غير باش يقيسها ولا شي حاجه باش ترونجا معاه، هي مولفه هادشي كامل ديما كدير. وقع لها المشكل مع الاول، المشكل مع الثاني، المشكل مع الثالث، وهادشي راه كاين. هي خايبه على الدرجه، خايبه شي حاجه اكثر من الدرجه هادي. راه كاينين جوج عندنا في هاد الدرب هادي اللي ترونجاو معاها، كاينين جوج اللي ترونجاو معاها في هاد الدرب هادي.